السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم قناة ام قالي منوعات. دلوقتي يا جماعة هقول لكم على وصفة رهيبة بجد للبشرة. معانا بطاطساية ومعايا جزرتين، هقشر دلوقتي البطاطساية وبعدين هقشر الجزرة. عادي يا جماعة ممكن تستخدموا جزرة اتنين، بطاطساية اتنين اللي احنا حابينه. انا الجزر ما قضاش معايا واحده فاستخدمت جزرتين. هنبشر بقى كده الجزره. الوصفه دي بجد يا جماعه تحفه جدا 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 للبشره، رهيبه بجد. اول حاجه بتدي نضاره للبشره، بتفتح البشره، بتشد البشره، وبتقلل من ظهور التجاعيد. دلوقتي يا جماعة بنبشر الجزر معاكم كده. بقى بعد ما بشرت الجزر هجيب البطاطس وابشرها برضو. كده بقى يا جماعة بنبشر البطاطس. دلوقتي بقى يا جماعة بعد ما بشرنا البطاطس بتاعتنا انا عاوزاها كده، وكده بشرت الجزر برضو، هجيب طبق تاني وهجيب مصفى وهجيب معلقة من الجزر ده واحطه وادوس عليه كده. هفضل دايسة كده يا جماعة لحد ما يصفي المية اللي فيه كلها. دلوقتي بقى يا جماعة بعد ما عصرنا الجزر بتاعنا صافي جدا، هنجيب بقى يا جماعة المصفى تاني. انا هجيب طبق تاني عشان اعمل فيه البطاطس، بس بصراحة قلت لا، يعني قلت اعمل هنا كده كده احط البطاطس فوق الجزر، فقلت اعملهم فوق بعض احسن كده، قلت اعمل في الطبق وبعدين كده يا جماعه قلت لا انقل على نفس الطبق بتاع الجزر. فكده بقى يا جماعه اهو اعتقد كده باين ان في ميه بتنزل من المصفى. كده بقى يا جماعه بعد ما عصرت البطاطس على الجزر، اهي يا جماعه شايفين البطاطس دي وده الجزر. البطاطس اصلا عباره عن نشا، فهنقلبهم في بعض كده. بعدين يا جماعة هنجيب جيلاتين، هناخد منه معلقة ممسوحة زي دي كده، معلقة صغيرة هحطها فوق الخليط بتاعنا وهفضل اقلب بقى فيه شوية. كده بقى يا جماعة هنفضل نقلب فيه. بعد ما نقلبه هناخده في طبق او في حاجة ونحطه على النار لمدة دقيقة واحدة بس يا جماعة. كده بعد ما طلعته من على النار حطيته دقيقة واحدة بس وفضلت اقلب فيه برضه على النار. دلوقتي يا جماعة اهو عمل معانا، هسيبه بس يعني يكون دافي، مش عايزاه بارد، عايزاه دافي جدا كمان. هسيبه اقل من دقيقة او دقيقة بالظبط برضه. كده يا جماعة بعد ما بقى دافي هجيب الفرشة بتاعتي. كده بقى يا جماعة هاخد من الفرشة بتاعتي الماسك وهحطه على ايدي. هو ماسك بجد يا جماعه تحفه، جربوه على ضمانتي. دي اول طبق انا حطيتها، لان انا هحط طبقتين فوق بعض من الماسك عشان لما اجي اشيله يتشال بطريقه كويسه. يعني دي الطبقه الثانيه يا جماعه، بعد ما نشفت الطبقه الاولى هروح جايبه الطبقه الثانيه واحطها فوقيها. كمان يا جماعه زي اللي عملته في ايدي هعمله في وشي. الطبقه الاولى هحطها تنشف واروح احط فوقيها الطبقه الثانيه، ولما تنشف بقى اقشر. كده يا جماعه بعد ما نشفت معانا الطبقه الثانيه، شوفوا بحرك ايدي كان ايدي عامله قوي من كتر ان هو اصلا الماسك شادد ايدي بطريقه فظيعه.
هحاول بقى كده اقشره معاكم يا جماعه. بعد ما قشرته حسيته كانه الماسك الذهبي. كده يا جماعه بنشيل الماسك بتاعنا. هو ايوه في الايد بيتشال بصعوبه شويه، اما في البشره لا خالص، لان انتي بتحطي طبقه سميكه على وشك، فبتتشال بسهوله جدا معاكي زي اي ماسك بتحطيه. الماسك الذهبي زي ده بالظبط. شوفوا يا جماعه شدد البشره بطريقه رهيبه قوي، حلو جدا بجد. وكده بقى يا جماعة نكون شلنا معاكم الماسك خالص من ايدينا. شوف الفرق ما بين ايدي دي وايدي دي. هو ايوه مش من اول مرة هتلاحظوا فرق، بس في فرق برضو بسيط. ما تنسوش بقى تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، وتقولوا لنا في الكومنتات رأيكم في الوصفة.